تقرير منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن التدقيق الأمني على مطار الكويت الدولي من أي ثغرات أمنية مؤثرة على أمن الطيران يعد مفخرة للكويت في مجال أمن وسلامة النقل الجوي. إلقاء الضوء على بوابة الكويت الأولى وهي مطار الكويت الدولي. لله الحمد والمنة أن تم الكشف على مطار الكويت الدولي من قبل الإيكاو وهي المنظمة العالمية للطيران المدني اللي هي عادة تكشف على بعض المطارات إذا وجدوا أي ثغرة أن يرفعون فيها كتاب وتصير هذه فيها عليها مخالفة على الدولة. وبهذه المناسبة نهدي هذا الإنجاز لحضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء هذا الإنجاز. وبهذه المناسبة نشكر جميع العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني وعلى رأسهم معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح على هذا الإنجاز، وحث الشيخ سلمان الحمود جميع العامل في الإدارة العامة للطيران المدني للعمل الدؤوب لما وصلنا إليه. هذا الإنجاز الذي أشاد به مجلس الوزراء الكويتي من خلال تقرير إيكاو والمتضمن النتائج الرسمية لبرنامج التدقيق الأمني الدولي لأمن الطيران المدني على الكويت، والذي لم يتضمن وجود أي ثغرات أمنية مؤثرة على أمن الطيران. طبعا هذا دعم لنا وتكريم يوضع على صدورنا بإشادة مجلس الوزراء لما احنا وصلنا عليه، وهذه دلالة ان الحكومة ومجلس الوزراء يتابعون كل ما هو نعمله في الإدارة العامة للطيران المدني. إنجاز يعتبر مفخرة لدولة الكويت في مجال أمن وسلامة النقل الجوي وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.